programming on Bible Voice Middle East. أرحب بكم أحبائي في كل مكان بخدماتنا التعليمية في برنامج رجاء اليوم. هذا البرنامج التعليمي اللي ربنا أثقل علينا به إن هو على مدى 3.5 سنوات الماضية الرب مجد حقيقي في خلال هذه الخدمات، وإحنا مستمرين في دراستنا للرسالة الرائعة رسالة روميا، رسالة مركز الكتاب المقدس، رسالة اللاهوتيات وتطبيقاتها الحياة اليومية لبولس الرسول إلى كنيسة روميا. النهاردة هنتكلم عن شيء جميل نحب نسمعه دايما ونحب بقوة الروح اللي احنا نعمله. عنواننا النهاردة الجمال المسيحي. مين فاكر نفس شكله حلو النهاردة؟ انت شكلك حلو عشان او شكلك حلو مثلا علشانك شابة ظريفة لطيفة بتقف قدام المراية شايفة جمالك. هل هو الجمال المسيحي من هذا المنطلق، من هذا المفهوم؟ خلينا نفتح مع بعض رسالة روميا الإصحاح العاشر وهنقرأ أعداد 14 و15.